السلام عليكم. هادو لي مرايات الليد كتلقى فيهم 80 على 70، هادو كيشعلوا الضو هنايا. هادي صغيرة، موديل صغير. كاين هاد الموديل هذا فيه 80 على 80 تقريبا، فيه 80 على 80 غالبا، ما بقيتش عاقل، ولكن فيها 80 على 80 كتكون في هاد البوطون هادي هنايا. هاهي شعلات، هادي فيها الضو ابيض وهادي فيها الضو صفر، وممكن تقلبها يعني لو بغيتي تقلبها كتقلبها، يعني ما كتركب لك على جميع الاتجاهات على حسب العبر. لكن هذه كاري غالبا ما كتقلبش، هذه 88 ما كتقلبش، هذه ممكن تقلبها، هذه اللي فيها 78 ممكن تقلب. كما كتشوفوا فيهم هذا الشكل المربع، وكاين الشكل الدائره، انا نوريكم هذا الشكل الدائره، هذا هو كيجي في هذا النوع هذا، يجي لون ابيض عاطي الموف، وهذا فيها الضو ابيض. الثمن ديالو كيكون في المتناول، يعني دابا نحط لكم الاثمنه ديال كل حاجه دائما عند سنتير هارون.